اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أحبائي في الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أقدم في البداية اعتذار إلى الإخوة من سكان هذه المنطقة العزيزة، لأن هذا الاعتصام بلا أدنى إشكال سيؤثر على حركة السير في هذا الشارع، ويمكن على أيضا المواقف المتعلقة بسكان المنطقة. فليتقبلوا أهل هذه المنطقة الكرام مزاحمتنا لهم في هذا الأسبوع، بحسب إعلان الجمعيات السياسية وحسب ما أخبرت أن الجماعة تقدموا لإخطارات تبدأ من هذا اليوم وتمتد إلى يوم الأربعاء، لأن يوم الخميس سيكون مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وستكون هناك الاحتفالات الطبيعية بهذا. بالنسبة إلى ما أعلنت وزارة الداخلية من اليومين، فما أخبروني الإخوان، كنت في حالة سفر، ولكن ما أخبروني الإخوان بأنهم تقدموا إلى هذه المدة من الساعة الثالثة والنصف أو الثالثة إلى الساعة الثانية عشرة. رجائي من الإخوة المشاركين في هذا الاعتصام في هذه الساحة التي من المفضل أن لا يطلق عليها بعد الآن سوى ساحة الحرية، حتى تكون سهل على المذيعين في الجزيرة والبي بي سي والسي إن إن يتوهون في المبشع ويتوهون في الاعتزاز بهذه القرية التي تضمنا المكشع، ولكن نريد أن يكون العنوان الرئيسي لهذه الساحة هي ساحة الحرية. وسنطلب من الإخوة التعاون قدر الإمكان مع إخوة والأخوات المنظمين إلى هذه الفعالية، وأعتقد بأن الآن فكرة التخييم غير واردة في هذه المرحلة، ولكن ستكون هناك فكرة بديلة هي عبارة عن الساحات والأركان، ساحة المعتقلين، ساحة النساء، ركن المعتقلين، ركن النساء، ركن أهل المحرق، ركن أهل الجو، ركن أهل العسكر. كل الناس يمكن يكون لهم بالتنسيق مع الإخوة المنظمين تنسق الفعاليات يعني السياسية الثقافية وغيرها من الفعاليات التي اعتاد الدوار أن يقوم بها، ممكن القيام بها بس عن طريق التنسيق مع الإخوة. أيضا في هذا المكان سيكون هناك علم وحيد فقط، هو علم البحرين، ولن تحضر لا راية الوفاق ولا غيرها من الرايات، فقط راية البحرين هي التي ستبقى في هذا المكان. ما اعرف، انا بس اجى في المسج بان يعني يمكن اخوان وزير الداخليه او اولاد عمومهم مسوين مسرحيه في عند ابن النفيس، حاملين اعلام الدوله الاسلاميه في ايران وطالعين يرددون بعض الشعارات. اعتقد ان هذا ما ينطلي على اي طفل اليوم في البحرين، فضلا عن وسائل الاعلام، فضلا عن وعي شعب البحرين. ستكون هنا رايه البحرين، ستكون راية البحرين هي رسالتنا التي انطلقت في 14 فبراير واستمرت وستستمر.
بالنسبة إلى الصور أرجو من الإخوة الأعزاء عدم إحضار أي صور عدا صور الشهداء الأبرار، هذه ساحتهم وكل ما واحد يكبر في صورهم الباب مفتوح. الصور الثانية هي صور المعتقلين في مقدمتهم الأستاذ حسن المشيمة والأستاذ عبد الوهاب ومهدي أبو ذيب، اللي يكبر يزيد. صور المعتقلين، صور المعتقلين مكان مفتوح لها، الواجهات مفتوحة لها بالتنسيق مع الإخوان المنظمين. الشعارات هي ستبقى الشعارات الوطنية هي التي تنطلق من هذا المكان، ليس هناك، لم ينطلق في الدوار ولن ينطلق من ساحة الحرية أي شعار مذهبي أو أي شعار طائفي أو أي شعار يحمل الكره ويحمل الضغينة. هنا ينطلق فقط صوت المحبة وصوت الوطنية وصوت الاحتضان. اعلموا أيها الأحبة، ليس لنا عداء ولا ضغينة مع أحد. مواقفنا المضادة ومواقف التحدي هي للديكتاتورية والديكتاتوريين، هي للفاسدين الذين سرقوا أموالنا وسرقوا أحلامنا. أما بقية الناس فليس لهم منا إلا رسالة المحبة والمودة، وأهلا وسهلا بهم في هذه الساحة وفي كل ساحة وفي كل بيت من بيوتنا. وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية. نمر ببعض الأفكار في هذه اللحظات بسيطة، تاركين بقية الليلة حتى الساعة 12 إلى ما بعرف الإخوان شو برنامجهم، بس البعد الاجتماعي في البرنامج، البعد الاجتماعي في البرنامج والبعد التي اعتاد طبيعة الدوار، طبيعة أي اعتصام يعني في الدوار وفي ساعة 60 وفي ساعة شارع 60 وفي ميدان التحرير، هي تاخذ نفس الطبيعة مع تأكيد شديد على الحفاظ على حركة الشارع قدر الإمكان. ويمكن بكرة بعد يفضل أنه السيارات ما تقف في القرب من هنا، حاول نسوي الباركات في خلف القدم والباركات في الساحات الواسعة، نمشي شوي ننظم حركة المرور في الشارع قدر الإمكان. الفكرة فكرة سيناريو افتعال العنف وربطي بالحركة المطلبية. النظام يعمل على هذا السيناريو باستمرار، وهناك أجزاء من النظام وهي أجزاء موجودة في رئاسة الوزراء وأجزاء موجودة في الديوان الملكي لم تستطع أن تواجه المطالب التي رفعتموها، لأنها مطالب إنسانية، مطالب محقة، مطالب عادلة، مطالب يحترمها العالم جميعا. فلجأت إلى محاولة اختلاق بعض الكذب الإعلامي للتشويش على مطالبكم، اتهام إيران، وقد سقط هذا الاتهام، اتهامكم بالطائفية وأنتم تفشلون في كل يوم، ومحاولة اتهامكم بالعنف. وإذا لم تقوموا، إذا لم يقوم أبناء الثورة بأي عمل عنيف، هناك أجهزة تابعة قد لا تكون رسمية مباشرة، وهناك خلايا رسمية أيضا ممكن أن تقوم بأعمال عنف، ولكن هناك أجهزة أمنية شبه رسمية تقوم بأعمال عنف، وقامت بهذه الأعمال في شهر مارس، قامت بهذه الأعمال في شهر مارس، وحاولت أن تختلق صراعات في مدينة حمل، وحاولت أن تختلق صراعات في لبسيتين، وحاولت أن تخلق صراعات في الدير. نفس هذه الأجهزة هي ما حاولت أن تخلق صراعات في المحرق على موضوع المواكب، واعتدت على دار كلير، واعتدت على عراب، وتعتدي على بعض الأماكن الدينية. هذه المجموعة ستستمر في هذه المحاولة، وستعمل على القيام
ببعض أعمال العنف في هذه المرحلة والمراحل القادمة من أجل خلق عملية التشويش. لذا أيها الأحبة، لا نهلل ولا نكبر إلى أي عمل عنيف يجري في الساحة، فاحتمال كبير جدا أن يد أجهزة الاستخبارات الرسمية أو شبه الرسمية تقف وراء هذه الأعمال من أجل إسقاط عنوان السلمية وتبرير عملية القمع. وإن فعلوا ذلك، هذه رسالتي لهم، لن يجدي ذلك. البحرين لم تعد قضيتها يمكن أن تسقط بهذا النوع من الحبائل والمكائد. هناك مطالب سياسية محقة مشروعة، أنا أوانها أن تتنفذ على أرض الواقع، وبغير الاستجابة لها مهما حدث نحن نأمل ونعمل جاهدين صادقين مخلصين على أن لا تحدث حالة عنف واحدة، وأن لا تسقط ضحية واحدة، وأن يتحقق هذه المطالب بطريقة توافقية. ولكن مهما فعلتم ومهما كدتم ومهما اصطنعتم من عنف، ولو لا سمح الله ان جرت الساحة الى عنف، فهي كلفة عالية لا نرغبها لنا ولا لكم ولا للوطن، ولكنها لن تكون هذه الكلفة عندما تزيد لأي سبب من الأسباب، لأي سبب، هذا لن يعني أبدا إمكانية أن يستمر الدكتاتور وإمكانية أن يهرب من المطالب العادلة، الحكومة المنتخبة، مجلس كامل الصلاحيات، الدوائر العادلة، القضاء العادل، الأمن للجميع. لم يعد هناك مفرا من هذه المطالب. فإلى من يخطط إلى العنف، لن تجني من وراء ذلك إلا مزيدا من الخسران. لا تراجع، لا تراجع، لا تراجع، لا تراجع. هذا الأسبوع هناك إضراب بدأ في تاريخ 29 من الرموز المعتقلين، ومعهم قطاعات من المعتقلين، هناك أعداد كبيرة من المعتقلين وأحبتنا يضربون. بعض الكلمات تضامنية مع أحبتنا الرموز ومع المعتقلين. الفكرة الأولى وفي مقدمة أولى أيضا موضوع النساء المعتقلات حتى يشمل الكلام نساءنا وحرائرنا المعتقلات. لم يستخدم الرموز العنف ولم يدعو إلى العنف. الرموز الذين حوكموا وصدرت أحكام ظالمة قاسية بحقهم باطلة، سأستعرض هذا، لم يدعو إلى العنف، عبروا عن وجهة نظر تتفق معها أو تختلف حولها، ولكنها دائرة في مساحة حرية التعبير. مطالبهم، شعاراتهم دائرة في مساحة حرية التعبير التي يكفلها القانون المحلي ويكفلها القانون الدولي. مورس عليهم التعبير المثبت في تقرير السيد بسيوني، والحالات التي تم الإشارة إليها هي كانت عدد من هذه الحالات من حالات الرموز، وانتزعت الاعترافات تحت التعذيب، وصدرت الأحكام على أساس من هذه الاعترافات، فهي وفقا إلى دستور البحرين وقانون البحرين وتقرير بسيوني والقانون الدولي غير صحيحة، باطلة، والمحاكم التي استندت عليها باطلة. لذا فالأحبة والإخوة في المعتقل، في وجهة نظرنا معتقلي رأي، ووجودهم خلف القضمان هو ظلم واستبداد وممارسة القهر بدون وجه حق. هكذا ننظر إلى رموزنا المعتقلين، نتضامن معهم ونسعى للإفراج عنهم. ولن يهدأ هذا الشعب أيضا، هذه محدد، لن
يمكن أن يعود هدوءاً واستقراراً إلى هذا الوطن. وأستاذ حسن، أستاذ عبد الوهاب، دكتور عبد الجليل، دكتور عبد الهادي، الشيخ المقدام خلف القضبان. لذا هذا الغبي الذي فكر في حكم المؤبد وكأنه حكم على البحرين أن تعيش في حالة اضطراب سياسي بشكل مؤبد. لذا مسيرتنا أيها الأحبة ممتدة إلى عقود مضت، وبلا أدنى إشكال بتاريخ 14 فبراير 2011 خصوصية انطلاقة الحركة الشعبية العامة والواسعة للمطالبة بحقوقها. وسيكون تاريخ 14 فبراير 2012 محطة هامة في تاريخ نضالنا، ولكنها لن تكون هذه المحطة هي المحطة الأخيرة أو المحطة التي نتوقف بعدها، وإنما 14 فبراير محطة مهمة، وما بعد 14 فبراير محطة مهمة، وفي مارس 15 مارس محطة مهمة، 17 فبراير قبل لا أروح إلى مارس 17 فبراير محطة مهمة، و19 مارس محطة مهمة، وكل الأشهر القادمة سنجعل منها محطات مهمة إلى أن نحصل على حقوقنا. إلى من يراهن على أنه يحاول أن يمضي أو يقطع الوقت إلى 14 فبراير معتقداً بأن ما سيحدث في 14 فبراير يمكن التعامل معه على أنه يوم واحد وتحمل هذا اليوم ثم الهروب من مطالب هذا الشعب، أقول له سيتجدد 14 فبراير قبل 14 فبراير وفي 15 فبراير وفي 15 مارس وفي 15 أبريل وفي 15 جون إلى 15 ديسمبر، وسنعيد الكرة كما مرت السنة الماضية، سنعيد الكرة سنة بعد سنة إلى أن ننال حقوقنا. أختم بهذه الفكرة الاستراتيجية التي اتبعها النظام في السنة الماضية نتيجة إلى صراعات في داخل النظام واحد، ونتيجة لعدم وجود قناعات في أغلب مفاصل النظام بالديمقراطية وبضرورة الإصلاح نتيجة إلى عقلية متخلفة. استخدم النظام هذه الاستراتيجية أن يمارس القمع على الحركة المطلبية بأقصى درجات القمع، ويستخدم في ذلك الإعلام، يستخدم في ذلك خلق قوى منافسة، يستخدم علاقاته الخارجية، يستخدم دعم بعض الدكتاتوريات إلى كل الوسائل. الفكرة الرئيسية بهذا البساطة أن يستخدم القمع بشكل شديد ثم يقدم بعض التعديلات أو التغييرات الشكلية في محاولة تحت ضغط القمع لتمرير هذه التغييرات الشكلية، ليقول بأن البحرين انتهت من حالة المطالبة وعادت الأمور إلى ما قبل 14 فبراير 2011. هذه الاستراتيجية الغبية ثبت بعد سنة بأنها رسخت المطالب أكثر وزادت التمسك من هذا الشعب بحقوقه أكثر فأكثر. وإن استمريتم في هذه الاستراتيجية فستكسبون الخسران وستجدون الصمود في وجهكم سنة أخرى وشهور أخرى إلى أن يتم الاستجابة إلى مطالب هذا الشعب. لذا أدعو العقلاء في الحكومة إلى تدارك هذا الغباء الذي فرضه مجانين الحكومة
أو مجانين السلطة وأدخلوا البلد في هذه الأزمة. لن تجنوا من هذه الاستراتيجية شيء، فكما ثبت هذا الشعب طوال هذه السنة رغم كل وسائل القمع سيثبت حتى ينال حقوقه. أما بالنسبة لنا فقرار الشعب، قرار الشعب بقواه السياسية بمفكريه بكل أفراده أن لا عودة إلى ما قبل 14 فبراير، ولا مجال لأن تستمر البحرين بغير المساواة بين أبنائها، لم يعد بالإمكان، ليس لدينا خيار. باختصار ليس لدينا خيار. إذا كانت تعتقد الحكومة أن هناك خيارات متعددة أمامنا كحركة مطلبية، أقولها ليس أمامنا خيار. خيارنا الوحيد أن نستمر في مطالبنا بطريقة سلمية بتعبير الشعب طال الزمان أو قصر. ليس هناك خيار. لم تتركوا لهذا الشعب خيار، لم تتركوا لهذا الشعب أي خيار آخر سوى أن يستمر في مطالبه، وسنستمر بطريقة سلمية، والله سبحانه وتعالى ناصرنا، والله سبحانه وتعالى مع العدل مع الخير مع الحق. هذا هو الطريق، هذه هي الرسالة. أقول قولي هذا أيها الأحبة، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.